سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني هذه المبادرة كيف جات؟ سمعنا بعد ما سمعنا باللي مصلحة الطب الداخلي مغلقة، قد تخص فيها شوية هكذا طلاء الجدران باش تعود تفتح، اتصلنا بإدارة المستشفى وخبرناهم باللي كاين ناس حابين يديروا الخير، حابين يطوعوا. إدارة المستشفى عجبتهم الفكرة، عطونا الموافقة، عيطنا الناس الخير جاوا طوعوا، بدينا في طلاء الجدران كامل الحمد لله، أشغال جارية. هذه المبادرة لقت استحسان في المجتمع، كاين ناس زارونا، منهم السيد رئيس الجامعة الذي بدوره جاء زارنا للمستشفى وقدمنا بعض التوصيات، مشكور السيد المدير، كذلك السيد مدير الصحة الذي قدمنا كل الدعم ووفرنا، يعني وفرنا ما خصتنا حتى حاجة وقف معنا، نشكره، نشكر إدارة المستشفى. كذلك الفضل الكبير يعود إلى أهل الخير، الشباب هذا يعني اللي جاوا تطوعوا وما هيش المرة الأولى، يعني دائما من يسمعوا مبادرات كما هذه يجيوا يتطوعوا، نشكرهم، نتمنوا لهم مستقبل زاهر، نتمنوا الشفاء العاجل لجميع المرضى. السلام عليكم. احنا تلاقينا دعوة من عند الأخ عادل بوهالي لهذه المبادرة، مبادرة طيبة يعني، والمبادرة هذه خيرية وربي يجعلها في ميزان حسنات مالها اللي راهم جاو يعاونونا على هنا. احنا تلاقينا المبادرة جاتنا مبادرة عادي جدا يعني، والمستشفى هذا راه نتاع الناس الكل، راه عام كامل الناس الكل تحتاجوا، اليوم انا غدوة هذاك غدوة فلان غدوة فلان، راه كيما الجامع. عيطنا للزملاء تاعنا وجاو لينا ومرحبا بهم، وربي يجيب الشفاء ان شاء الله لجميع المرضى ان شاء الله يا رب.